السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد إن شاء الله تعالى أن أقف حول آيات من كتاب الله تعالى من سورة يونس، وهذه الآيات فيها موعظة للعباد أن هذه الدنيا على زوال، وأن ما نشاهده اليوم من هذه المغريات وهذه الشهوات التي نحس بها إنما هي زينة وزخارف، وسرعان ما تنقضي ويفاجأ العباد بقيام القيامة ثم إن الله تعالى يدعو عباده إلى دار عظيمة وهي جنته سبحانه وتعالى، فقال: إنما مثل الحياة الدنيا. أول شيء قبل ما أخش في الآيات دي، الشباب ديل فيهم خير بالمناسبة، بعد الحاجات اللي بيعملوا فيها دي فيهم خير، لأن كون الناس تقرأ قرآن وهون يوقفوا يسمعوا ده في النهاية نوع من احترام، من الاحترام لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا إن دل إنما يدل على عظم هذا الكتاب، وعلى أن هؤلاء يحتاجون إلى تذكير. ولعل كلمة يقولها قائل في هذا المكان أو في غيره فتكون سببا لهداية الكثيرين. شكينا احنا جيناك هنا، جينا لأنه في ناس جو هم عارفين جو لشنو ذاته، وفي ناس جو متضايقين، الواحد زهجان ومتضايق، وبعدين جاي يفرق يقول لك جينا نفرق ونشوف الحاصل شنو، وواحدين قايلين السعادة في المرقات والرحل وياو شغل الغنى والتدقدق، الواحد إن شاف له عتود ينطط يضحك عليه يقول لك شوف العتود ده بنطط كيف، بعد شوية تلقوا ذاته ينطط زي العتود، واحدين ما تعرف هتقول شغالين يدوروا في موتر كررقيس كذي بتاعت يدور كذي زي اللي بيدور له في موتر، واحدين تقول سايقين ركشة شغالين فوق وتحت مصايب، قاعدين شباب أنا ما أعرف الحاصل شنو، ولأنه الشغلة دي زي السكر والله، هسي نحن ما عملنا حسابنا بيدي قلنا ده ذاته بنرقص، شغلة زي السكر تخليك زي السايق لك عربية وكراعك تحت تشتغل وعينك ترمش وجسمك يرقص كلها هوس وزخارف ولخبطة. كان رب العزة والجلال قال: إنما مثل الحياة الدنيا، داري يوريك الدنيا اللي تعايش فيها دي هي شنو ذاته، قال: كماء أنزلناه من السماء، مطر نزلت من السماء أنزلها الله تعالى، بعدين المطر دي أصابت الأرض فأخرجت الأرض زرعا بإذن الله وفضله، والزرع ده كبر، بعد شوية الزرع جاب ثمار، بعد شوية الثمار وقعت، والزرع الأخضر ده بعد شوية نشف بقى أصفر، بعدها جات رياح وجا هواء، بعدين شال الصفق وشال الشجر اللي بقى أصفر ومشى. دي الدنيا باختصار. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بركز فيها كويس جدا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، جنة هناك، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلذلك دي الدنيا زخارف،
ورب العزة والجلال قال في القرآن في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عشان كده حتى ناسا تلقى الواحد مخدوع وبيخدع في غيره، الولد تلقاه يشتغل له يومين ثلاثة بدل ياكل ويشرب ويتصدق وينفق على والديه، يمشى البوتيك يشتري له فانيلا، بعد شوية بنطلون، بعدها اشتري له حاجات لراسه. والله أنا ما أعرف الحاصل ذاته شنو يا أخي. البنات بيزينن كمان الأولاد برضو. الله قال عن البنات: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أومن ينشأ في الحلية، الحلية يعني الزينة الذهب والحاجات دي، وهو في الخصام غير مبين. ده حال المرأة برضو، رجال تلقاهم كذي. بعد شوية البنت تشوف الولد مزين، إذا أتت تزين له لبس كيف وشكل كيف وكلمات كيف. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. وأنا والله يتعجب من ناس من المسلمين اسمعوا كلمة النار ويفوتوها ساي. هسين أنا جايين بركشة من بداية الشارع ده، الناس قاعدة زي والدبرك وبدع شوشة قاعدين سوا هناك قاعدين، ده بي جاي ودي جنبه، واحدة كاشفة شعرها، واحدة قاعدة انت ذاتك يمكن تدوك بوشم خمسة مرات وتنطط سبعة مرات حتى انت تقدر تقعد قاعدتها، قاعدات هناك. وبي جاي باب عارف تمش قدام شوية تلقى واحدات برضو يضحكن وكاشفات الشعر ومصايب ثقيلة وبلاوي، وإلى الله المشتكى. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. قال: أنا بعيني ما شفتهن لكن بيجوا في النهاية. قال: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ده الصنف الأول، ناس ظلمة. الصنف الثاني قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت. أسنمة جمع سنام، والبخت الناقة، يعني قال لك راسة زي سنام الناقة. السنام مش لفوق، هالراس ذاته لفوق، ومرات تلقاه تأمه بحاجات تانية. الراس تلقاه تأمه بحاجات ملفلفة لها مصايب وبلاوي، وإلى الله المشتكى. قال: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وشفت ناس الخلط ديل يا هو في النهاية زواج ذاته ده شغل اللخبة، لما نيجوا في الحلال ذاته بلخبتوه، بالصباح بالدور يعقدوا لون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كلام سمح. اجي المغرب لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بس مما تمغرب الواطاء الجماعة يجيبوا الصيوانات ويجيبوا لها فنان ما عنده أي شغلة، وبعدين غلبته الشغل ركشة ساقة غلبته، توك توك لقى الشمس حارة ساقة مجاد، بعدين خسرت له كم مرة، بعدين اشتغل طلبة الباغة تقيلة عليه، قالك اشتغل بنا السقالة حارة عليه، اشتغل ميكانيكي تقرصه ما بعرف زردية ولا غيره، اشتغل فرم الشغلة دي حارة كوريك وهيوجاي عليه مرة شديد. قالوا كي تصلوا كذي أخيرا نجوطه، ما هو كلام في النهاية. مسك الميكروفون ووك السمحة ياته والحلوة ياته، يا ود الناس أجابك شنو انت في السمحة والحلوة؟ ما سمعتون أنا بركب البص بس مع اللخبطة. يجيبوا الفنان يجيبوا الساونات، زولك ده ذاته بتاع الخلط، يدفع قروش يجيبوا حاجة يسمى كوشة، وهي فعلا كوشة، كان فتشت تحت يمكن تلقى لك جدادة ميتة ولا حاجة. المهم يجيبوا الكوشة، زولك يجي زي الجندبة يطلع، بعد شوية يجيبوا لبد عشوشة جنبه،
مرته المشى خطبة في بيتها كانت محترمة. ما هنا دي مرقة هنا دي غش عليه وغشت عليه بعدين يجيبوها له يلبسوها لبس إلى الله المشتكى. لبس انت ذاتك تستحي كالراجل تلبس وخليه مرة بعدين يركبوها معاه في الكوشة وفعلا كوشة. ويجوا أصحابه الشفاتة واحد يسجل ويقول ما شاء الله عزال عزال يا ورتي بالتيخة عزال كيف يعني؟ وانت الدوك لا تستره ولا تجيبه لنا عزال ديل تجيبه لهم يا اخي وواحدين يصوروا. انا مستغرب في الزول ده عليك الله يصوروا له في مرته جنبه طق هاي هاي اتلفتي كده اتلفتي يا ودي انت راجل كيف؟ انا ما عارف ديل ذاته بزوجوا لهم كيف؟ ديل بزوجوا لهم كيف؟ ومصايب وبلاوي في البلد دي ده كله الزخارف والزينة وتسوي لها مصايب. بعد يومين ثلاثة مش كانت تكسر تلج ومكانات هنا وكذب وانا ما بقدر وبعد النجوم والى اخره وما بقدر انوم وحرام القلوب تلب وخلاني اتقلب ولاقيته في اللفه والالم اللي علي خفه يا تو الم الخفه ذاته ويا تو لفه اللي لاقيته فيها جنب الكبري ولا شنو. بعدين الجماعه بعد يومين ثلاثه الشغله تسخن به ويمشي يشتغل ويجي يجي يكورك فيها يا ولية سوي مرقيقة أين مرقيقة وين والبيرجر الكتب تسعملوا وين؟ بعد ده بقت مرقيقة الشغلة بتظهر بعد تاني تبقى نبز وكوراك وطلق الطلقة الأولى وكذا جاسفوها لينا وصلحوها جماعة والحاصل شنو ده كله لأنه بدأ بكذب وبدأ بلف ودوران وبدأ بغش. شكاية الدنيا دي زخارف زخرف ساي دي ذات البيت الشايفة جميلة دي اديها بس شفتها 10-15 سنة تعال شوفها تاني براك بتغض بصرك منها والله براك بتغض كلها بالنهاية غش ولف ودوران ديل بيجمع. شكاية الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. قال الحمو الموت. ده كان دخل بيجيب حاجات بتجيب الموت او دخول الموت اهون من دخول الحمو اللي هو علي الزوجة وهو يخلو بها. عشان كده اي اثنين تلقاهم سوا ديل ما بتحسن بيهم الظن والله تحسن بيهم الظن لو 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 حاجة شغل خير اي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في نفسك وخشيت ان يطلع عليه الناس. هسي وقاعد يتونس معاه لو اخوها دارع سكينه في كتفه جمار واصل يتونس ده ولا بيقطع الونسه يقول لا كذا زحي كذي واستغفر الله سبحان الله الحمد لله الجو مسخن مسخن. انت ما سخنت ذاته الجو انت عارف السخانه دي سبب المعاصي والمصائب سبب المعاصي. قال الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فدي زخارف. شكي هارون الرشيد رحمه الله بنى له قصر وزينوا للناس والجماعة جو يشكروا فيه وفي قصره القصر جميل والقصر سمح. في شاعر ساكت اللي هو أبو العتاهية رحمه الله تعالى وده طوالي بدي شعر في الزهد والدنيا وزواله وكذي. بعدين هارون الرشيد قال له يا أبا العتاهية هل لا أسمعتنا شيئا من شعرك؟ قال لك هذا الدين أبيات من الشعر القصر ده مزخرف وكذي. أداه أبيات خليه يبكي لما وقع من السرير وده أمير المؤمنين. قال له عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور فبكى حتى سقط من سريره رحمه الله تعالى. وجاء القبر قال له حفروا لي قبر حفروا له قبر بكى. قال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يعني يا الله انا كان عندي ملك وانت عندك ملك
وملكي ذاته من ملكك، وانا ملكي زال لانه بموت وزايل، لكن انت ملكك مبذول يا الله سبحانه وتعالى. فلذلك الدنيا على زوال، مهما طالت ما تتغشى بها. انت اصلا بيلدوك طفل بتكون مبتلى، مما يلدوك بتبدا بصرخه. هس الطفل ان ولدوه ما صرخ الجماعه بلاوزوا، مين الدايه لاخر زول بلاوز ولك والله الطفل ده ما صرخ يكون في مشكله. معنا اول شيء تبدا به في الدنيا دي تصرخ، اول شيء عشان تعرف انها كاتمه من البدايه، من ما تمرق ليها اوك تديها صرخه، والله شيطان بيهبشك بيجمع. بعد شويه تكبر شويه ترضع، يا ترضع يوم امك زهجانه وتكون بعيده وانت عطشان بيجاي، ما تقدر تعبر اي تعبير، تبقى تعبان. تكبر شويه تحبه، تمش بالسرير تتوقع. تكبر تكبر تاني يجوا صحوك بعد الصبح، الترحيل الترحيل، زهج من البدايه من صغير ترحيل، يردموك يدعوك في هايس تزح القضى جوا الهايس اوك وكذي تمش. تكبر شويه تخش مرحله الشباب، الشباب يا هو التعب الزي ده، يا لقيت لك شله صالحه مشيت تمام وصابر لما الله يوفقك، يا المهم لما تلك في شله يبدو لك شويه شويه كيف اصبحت تمام، مما يبدا لك كيف اصبحت ده داري عكرك من كيف اصبحت، ما بدا بالسلام معناه الزول ده شغلته ملخبطه. بعد شويه يجيك من الصباح، الليله عندنا مرقه، مرقه وين؟ والله عندنا راح رحله فلان عازمنا، امشوا عازم شويه شويه طرفوا بيه يعلموا السجائر، بيبدوا على بالحمره طبعا، ما شايف الاشاره بتبدا حمراء بتكون واقف وتمشي لقدام حمراء من البدايه، اوف 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 اوف. بعد شويه ثاني بيلفوها ثاني بدو لف، تلقى زي قرد الطلع براو هناك في البحر، ما عارف عنده نمزجه غريبه خلاص، والله عنده نمزجه وحاجات، تلقى جنب البحر براو شغال يلف لف لف في حاجه وتلفت، مما تتلفت معناها الشغله دي ما نقيضه. بعد شويه يشربها ثاني يبدا برا الشبكه، السما دي ما لا قربت لا لا في محلها، قربت انت زاي قربت بتاع شنو. بعد شويه هذه اخواتي لسفه برضو صعود، ثاني شويه شويه يلموا في شلليات. نعرفك دي اختنا سوسو ودي اختنا سوزان ودي اختنا، اختكم في الله ولا اختكم وين؟ وفي الله بتغشها في الله، دي اخوه في الله يا اخي، ولا دي لخبطه ساي ولف ودوران وكله كذب ومصايب. واحد يا اخي انا والله كنت في رفاعه بعدين بمشي الداخليه بتاعت الثانويه بلقى الشباب صغار ثانويه اديهم النصائح وكذا، وفي شباب بيستقيموا ما شاء الله، وكنت بوصيهم اقول لهم بعد تمشوا الجامعه وتمشوا غيرها ما تبقوا مع اي حزب ولا اي طائفه، ابقوا حرين، ونحن ذاته لو جيناكم يوم بقلم وورقه زحوا مننا ما تبقوا معنا، ابقوا بس كتاب وسنه شقوا. المهم وصايا زي دي. بعد فتره اتصل لي واحد صغير، صغير ذاته ما لسه القلم ما اخذته له زول لا لسه القلم ما، بعدين قال لي اسمع عندي سؤال يا شيخ، قلت له تفضل. قال لي يا اخي انا في بيت في الفريق يتيمه وبحبها شديد، هل بيجوز لي اقول يا الله بعد اكبر وهي تكبر زوجة لي؟ شوف على الاقل الجنة ده من صغير. قلت له والله الدعاء ده بجوز لكن تابع عمل حسابك زح منها، الله يكبركم ويزوجكم خارجنا منكم، والله بانها مصايب ده من صغير كذي دي، وكلها شفت سببها المسلسلات ولا الجلسات والافلام والمصايب. واحد في الصافيه من بعرفه اسمه عبد الله الزبير، هو اصلا من العزبه، بعدين قال لي جيت مسجد في الصافيه، قال لي يوم الجمعه، قال انا بصلي في النافله قبل الجمعه، ولد عمره 5 سنة وبيد عمره 5 سنة جمعه ابهاتهم 5 سنة ديل بيعرفوا لخبطه يا جماعه 5 سنة، لكن لانه بيحضروا مسلسل الكديسه والفارديك وسبيستون ومي ما بعرف واللخبطه وما مش حتقدر تغمض عينيك، ليه اصله ما في نار قدام ولا شنو؟ ما بتقدر تغمض ليه؟ بعدين بيحضروا اللخبطات دي شكلهم. قال لي الولد صغير
بقى بقرب من البيت بعد شوية بقى بسلم لها في وشها. أجانا صغير قال أنا عرفت الولد ده ما مسألة شهوة لكن لأنه شاف الشدة شكذي في النهاية دي كلها أشياء خدعوا بها الناس. فالدنيا دي يا إخوان وإن طال الزمان وإن قصر أنت في النهاية بتبقى شاب بعد شوية بتفوت مرحلة الشباب مما تصل 40 ودي مرحلة سريعة هسي بتنتهي سريع. أنت هسي ما شايفة الليلة بكرة بعد بكرة بعدها بتنتهي. مما تصل 40 حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة هاي تاني مما تفوت 40 تاني تبتمش نازل زمان ما في قوة تاني تبتمش نازل أمراض وشي قحة وشي نزلة وشي وجع راس وشي قطايع تخش الخمسينات هاي تاني كيس الأدوية قاعد في جيبك تخش الستينات تاني بتشيل عكاز تخش 70 تاني تصحى من الصباح والله ما للواطة دي مطششة كده طششة تصبر شوية تشوف تشيه تاني تخش 80 اي تاني بتبقى في حالة تانية تخرف بعدها بعدها تموت دي في النهاية الدنيا فما تنخدع بها. انت متضايق من شنو؟ والله مولانا بس مشكلتنا حاجة واحدة في الدنيا دي بس البنات دي كاختينين دي مشكلتك اي اتزوج اتزوج دق الباب قول انا دار البيت الفلانية زوجوا لك عقدوا لك اي تاني مش كضب لها براك ما بنسألك تاني الأولى ما كفتك تمام ما كفتك دق الباب تزوج التانية التانية دي تاني بتمشي الشغل بيتصلوا بك والله دي فلقتني بالكباية ودي بالحلة ودي سوت الملاحمة سيخ تاني بتبقى في مشاكل ومصايب تاني ما بتجي تتفرج ما تاني ما كفتك اي تزوج التالتة تالتة بعدين تبقى لاف في ثلاثة زي الركشة بعد شوية غلبتك شغلة لسه في فتن كترد عليك هاي تزوج الرابعة خلاص الرابعة دي نبتجيب راسك يفتهم ما تتزوج الرابعة دي تاني أنا ما بتعاين اللي خلبت ولا التاني في الشارع ما بتعاين والله تاني تشتغل بس لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله سبحان الله يقول لك اسمع عندنا جلسة يا أخي أنا فاضي من الجلسات دي الأربعة يا أخي أربعة يا مولانا تاني في جلسة جلسة بتاع فلذلك أنت ده الحلال الله فتح لك الباب شراب بدل تشرب لك حاجة مرة تخليك زي البهيمة تقعد في الشارع وترقد في الظل وتشغال سبعة ثمانية أشرب عصاير هات في شارع شفت شارع شو هذا ده هنا أي في محل عصير والله كوباية دي شفتها بقيت عندك ثلاثة ثلاجات تعد يمكن تكفيك اشرب لك عصير ارتاح تاني في شنو والله مولانا ما نحن دارين نبقى وجيهين وجيه هاي ان الله جميل يحب الجمال لكن بحدود ما تزيد كمان تشغلة ابقى نظيف والبس ظريف كويس ما بزو سالك سرح شعرك تمام جدا وديها شوية زي السمسم ولا فول ولا فرامل ولا حاجة المهم جاسف بيها لكن تقعد تعديها لي تجلب الضبة جاي والبنات واقفات في العطارة بالصف انت واقف معاهم بالصف دي كلها حاجات هوسا يا زول دي كلها عليه زوال تاني في شنو انا ذا اعرف تاني الشباب ديل المانعون من الاستغامة شنو كلها ولكن في ناس شغلينهم مرة كشتينا ومرة ضمنا ومرة حاجات ودي كلها ضياع للزمن وانت بتندم بعدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي رسول عليه الصلاة والسلام هبش في كتفه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الزول في غربة ولا عابر للسبيل ده بفتش المتاع في الغربة ولا بكون مشى الغربة عشان بلده مشى الغربة عشان يجيب قروش ويرجع بلده تاني ابني فيها ويعيش فيها ويتمتع فيها. فإذا قال لك في الدنيا دي كن في الدنيا كأنك غريب الدنيا دي ما خلقوك عشان تتمتع فيها خلقوك للعبادة بعدين المتاع قدام متلقاه أي شيء دايره هناك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
هكذا قال رب العزة والجلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ناسي مجدمسة أي خدت إنك تموت قبل الصباح. لو خدت حاجة زي دي بتنظف أمورك، والله أنا أي شيء بتنظفه، سجائر بتيدع وتقول يمكن الشغلة تجي بالليل، سجائر صعود بتيدعه، الموبايل فيه لخبطة فيه صور وحاجات بتلبد بجنبه، وساوي الشاشة بالجنبات ما بعينه ليك بتشوفها براك، بتعرف الحاصل كلها بتمسحها، والله الذي لا إله غيره بتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أرغام البنات والكذب بتخليه يتصل بها ثاني تتصل بك: السلام عليكم. أقول السلام، والله المودة قالوا يمكن مرات بيجي بالليل أختي شق دربك لما نشوف، قال الله فتح علينا من أجل نتزوج، قال ما في شيء شغلة دي خير نكون مستعدين. والله قال لك: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. بيجي يوم بتمرض وأسي في ناس راكدين في المستشفيات، ومن حياتك لموتك. انت حيس عندك فرصة ترجع إلى الله تعالى، ودي كلمات أسي بتسمعها وأنا بنقولها لك الآن، وبتصعد إلى السماء. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا الله نفعك بها ورجعت، يا واصلت، المهم بعض الناس واصل في غفلته بعدين بيشوف. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. شكل في مستدرك الإمام الحاكم وفي صحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. قالك في خمس حاجات اغتنمها قبل ما تجيك خمسة تانية تشيل منك. قال: شبابك قبل هرمك. تموش الشباب اي اغتنم الفترة دي، وصحتك قبل مرضك. الآن في صحة استفيد منها، صلي وأعبد الله وأقرأ القرآن وبلغ دعوة الله تعالى. قال: وغناك قبل فقرك. عندك قريشات صدق وأنفق، بعد ذاك انت أنفق جزء وأعمل حاجات دنيا نافعة، حاجات برضو جزء، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال: وفراغك قبل شغلك. استفيد من الفراغ قبل ما تنشغل. وآخر شيء قال: وحياتك قبل موتك، قبل ما يجيك الموت. لأنه الموت ده لما يجي تاني أي شهوة بتنقطع، مش هسي في شهوات وتفكر وخواطر وتشوف البيت ماشى، تعال لا تعمل لا صورة تشعة في قلبك جوا، وهي ماشى ساي برا وتغش عليها، وداك بيجاي تغشه وتتفرج بيجاي وتكذب بيجاي وتاكل حرام وتسجر وصعود وشيشة وكشتينة وضمنة وغاني غربية وغاني سودانية وغاني ما بعرف اللبنانية ومصرية ومصايب وكذب ولف ودوران. أي مما يجيك الموت الكلام ده كله بيتقطع، والله الذي لا إله غيره. شكي كعب الأحبار رحمه الله قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لما قال له عمر: يا كعب صف لنا الموت. قال له: يا كعب كذا وصف لنا الموت ده كيف؟ قال: يا أمير المؤمنين، هو مثل غصن شوك في جوف ابن آدم. فقال له: الموت ده زي العود الفيه شوك في جوف ابن آدم، يعني في بطنه جوا، ما من عرق ولا مفصل إلا وشوكة معلقة به. أي عرق ومفصل قال لك فيه شوكة. قال: وكأن رجلا شديد الذراعين يجتذبها فهو يعالجها. لما نجر الروح قال لك زي زول يديه قوية وبجر الغصن اللي فيه شوك ده من جوه بطنك ويمرق لك في خشمك شوك. أي عصبة وأي مفصل وأي جزء من الجسم بيتألم قال لك في الموت. شكي بن رجب قال رحمه الله، قال: والآلام
والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا. زول عمل حادث راسه حكله بالزلط، ده ألم، لكن لما الموت شده. واحد جاء وجع ضرس حماه النوم، الموت شده. واحد تاني قطعوا لك راعه من غير بنج، الموت شده. واحد جابوا سيخة خدتها في النار لما بقت حمراء، خدتها له في أضانه وفي عينه، الموت أحرى من ذا، أحرى وشد. شكي بعض السلف قيل له: إذا كان الموت شديدا فلماذا لا يصرخ الميت؟ طيب الميت ده ليه مبكورك؟ كان الموت ده شديد كذي. قال: لأن الذي يصرخ، قال الزول اللي بيصرخ ده، قال ده زول اتألم في جزء من جسمه وعنده نفس وقوة في جزء تاني صرخ بيه، لكن قال لك الميت ده الزول الجاي يموت ده ما عنده ذاته نفس، ما عنده قوة يصرخ بيها، لكن لو عنده قوة كان لما الدنيا دي، لكن ما في. لكن لذلك دي آلام وشدة. لما تجي اللحظات دي تاني أي شهوة بتتقطع. شكي بن القيم رحمه الله قال في كتابه الفوائد: قال: لذلك من قال لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. قال: لأن الذي يقول لا إله إلا الله في تلك اللحظات قالها في وقت، ولا إله إلا الله لا ناقضها أو لا يقدح فيها شهوات، يعني الوقت داك مش بناقضة. قالك الوقت داك الزول بيقول لا إله إلا الله ما في شهوة، شكي لا إله إلا الله بتكون نظيفة لا فيها شهوات لا أي شيء، وأثر بكون طيب لما الزول يموت حسن خاتمة يخش الجنة. قال: فلو أن عبدا قال لا إله إلا الله في الدنيا وشعوره كالشعور الذي يكون في الموت لرأى العجائب، لرأى العجائب ولكان أثرها عظيم عليه. فلذلك أنت أعمل لليوم ذاك، أعمل ليوم نفسك بتكتم، ملائكة بتنزل عليك، شغلة ماشية لقدام في قبر وفي قيامة، والناس دي ما تشتغل بها كثير، والله ما تنخدع بهم كثير، تشوف دي بي جاي وده بي غادي وده يغشك وده يضحك عليك كله وننساهم. شوك دربك مش عديل، والله واحد اسمه يزيد الرقاشي، الزول ده مشى البحر شغال سماك، بعدين مشى البحر، أثناء ما قاعد جنب البحر شاف له عظام مطفحة، فأقبل عليها فإذا هي عظام إنسان وسماكي، وزول عابد نحسبه الله وحزيم. بعدين قال لك الزول اللي شاف عظام في البحر، أما شاف العظام مشى عليها لقى عظام بشر فبكى يتأثر، فقال: يا يزيد، بخاطب في نفسه: يا يزيد، من يصلي عنك بعد الموت؟ هذا الزول ده مات وعمل انقطع، انت بعد تموت اللي بيصلي لك منو تاني؟ حسناتك اللي بيديك حسنات منو؟ ومن يذكر الله عنك بعد الموت؟ ومن يصوم لك بعد الموت؟ يا يزيد رحمه الله تعالى. ودي كلمات الزول بيقولها لما الله يوفقه. لما تشوف زول ميت قدامك والزول ده بابه اتقفل بتاع الدنيا، حسنات تاني ما في، الزول ده ماشي قدام بعد ده في قبر وفي ملائكة. وفي مسند إمام أحمد الملائكة اللي في القبر قال لك: بيد أحدهم مرزبة من حديد، يسمى مرزبة نحن الآن، مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا، إذا صح الحديث هو في مسند إمام أحمد. قال لك شايل حديدة الملك جوا، كانت دبا جبل بيبقى تراب، وانت تخش له: من ربك؟ ايوه عقيدتك في الله تمام، بتقدر تجاوب: من ربك؟ الله. ما فيها أسئلة؟
في واحد عنده تقريبا مداخلة، بعد أن واصل في الآيات دي إن شاء الله. والآن الناس في بعضهم عندهم تعليقات وعندهم أشياء، فنحن صدرنا رحب نسمع من الناس وكذا. في واحد أظنه مستعجل قال عنده سؤال، اتفضل.